بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، النهارده إن شاء الله موعدنا مع درس جديد من دروس النحو، والباب بعنوان أحكام المبتدأ والخبر. النهارده حبايبي هنتكلم عن تقديم الخبر وجوبا. لازم تعرف ابني إن الترتيب الطبيعي في الجملة الإسمية أن يأتي المبتدأ أولا ثم يأتي الخبر بعد ذلك. يبقى الطبيعي يجي المبتدأ، الطبيعي الترتيب الطبيعي يأتي المبتدأ ثم يأتي بعده الخبر. طب النهاردة ايه موضوعنا النهاردة؟ النهاردة يتكلم عن امتى الخبر ده يتقدم وجوبا على المبتدأ. يعني في الجملة لما يقول لي مثلا في الحديقة أزهار، لما يقول لي هو في المبتدأ في الجملة دي، انا الاقي ناس يقول لي كلمة الحديقة، ازاي تقول حديقة وتيجي في بالك اصلا ده كلمة في حرف جر والحديقة اسم مجرور؟ اذا الجر والمجرور ده بيقولوا بتوع العربي كده خبر مقدم. طب وكلمة أزهار تعرب مبتدأ مؤخر. اذا اين المبتدأ؟ هو كلمة أزهار. اين الخبر؟ كلمة في الحديقة. مين تقدم على مين هنا؟ تقدم الخبر على المبتدأ. طب التقديم ده حكمه ايه؟ يعني واجب التقديم ولا جائز التقديم؟ تقديم الخبر هنا وجوبا. ليه؟ لسببين لازم تلاحظهم انت في الجملة. الخبر هنا نوع حبيبي شبه جملة، زائد المبتدأ هنا حبيبي جاء نكرة. إذن يتقدم الخبر وجوبا في الحالة الأولى عندما يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. إذن دي أول حالة. متى يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا؟ يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في الحالة الأولى عندما يكون الخبر شبه جملة ويكون المبتدأ نكرة. يعني لما أقول كده في المدرسة طلاب، أين المبتدأ؟ هو كلمة طلاب. طب ليه ما أقولش المدرسة؟ ده المدرسة دي هي وكلمة فيه هما اتنين دول خبر مقدم، وكلمة طلاب مبتدأ مؤخر. مين تقدم على مين؟ تقدم الخبر. طب حكم تقديمه هنا؟ تقدم الخبر وجوبا، اوعى تنسى الكلمة دي. اذا متى يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا؟ يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا عندما يأتي الخبر شبه جملة ويكون المبتدأ كلمة نكرة، يعني فيهاش ألف ولام. لازم، ما ينفعش، تخيل بقى ما ينفعش في العربي نقول طلاب في المدرسة، ما ينفعش. واحد يقول يا استاذ فرد والله ينفع، ما عادي هو حد يمسكني يعني ويقول لي غلط. لا، في العربي ما ينفعش نقول طلاب في المدرسة ونعرب مبتدا الكلمة طلاب وكلمة في المدرسة خبر. اذا يجب في الحالة دي عندما يأتي المبتدا نكرة لابد ان يتأخر. ايه الحالة التانية بقى التي يجب ان يتأخر فيها المبتدا ويتقدم عليه الخبر؟ الحالة التانية لما اقول اين محمد، اين المبتدا في هذا المثال؟ الجملة دي اصلا لو هي مثال طبيعي نقول محمد اين. طب أين المبتدأ؟ هو كلمة محمد، هذه تعرب مبتدأ مؤخر. طب وكلمة أين ماذا تعرب؟ تعرب اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. إذن أين هو الخبر ومحمد هو المبتدأ. طب من تقدم على من؟ تقدم الخبر على المبتدأ. طب حكم تقديمه ايه هنا؟ حكم تقديمه ايضا وجوبا. لماذا تقدم الخبر على المبتدأ؟ تقدم الخبر على المبتدأ لان الخبر ده كلمة اين بيسموها العربي من الاسماء التي لها الصدارة. يعني من الاسماء التي لها صدارة، يعني لازم تأتي وتتصدر جملة، تيجي اول جملة. ما ينفعش في العربي يقول محمد اين، لازم أقول أين محمد. ليه؟ لأن جاء الخبر من الأسماء التي لها صدارة، يعني اسم استفهام لابد أن يأتي أولا، لازم يتقدم الخبر على المبتدأ. يبقى خدنا كم حالة حبايبي؟ حالتين. الحالتين يتقدم الخبر وجوبا. إمتى؟ عندما يأتي الخبر شبه جملة والمبتدأ يأتي نكرة، يبقى بعينك تلاحظ. طب إيه الحالة التانية؟ عندما يكون الخبر من الأسماء التي لها الصدارة، يعني لابد أن تتصدر جملة. ما ينفعش تروح لواحد تقول له حالك كيف، امال ايه الصح تقول له كيف حالك. اذا كلمه كيف تعرب ايه؟ تعرب اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وكلمه حالك تعرب مبتدا مؤخر. طب وليه تقدم الخبر؟ تقدم الخبر في هذه الحاله لانه من الاسماء التي لها الصداره. طب لما يقول لي متى السفر، اصل جمله السفر متى. طب اين المبتدا؟ هو كلمه السفر. واين الخبر؟ هو كلمه متى. من تقدم؟ تقدم الخبر. طب حكم تقديمه واجب. ليه؟ لانه من الاسماء التي لها الصداره. الحالة الثالثة والأخيرة لما يقول لي كده في السيارة مفتاحها، أين الخبر؟ عرفناه على طول، أول ما تلاقي شبه جملة ده هو ده الخبر. طب وكلمة مفتاحها هو المبتدأ.
مفتاح بس مبتدا والهاء دي مضاف اليه. اذا كلمه مفتاح وهاء تعرب مبتدا، وكلمه في السياره هو الخبر. طب مين تقدم؟ تقدم الخبر وجوبا. لماذا تقدم الخبر وجوبا؟ قال لك يجب ان يتقدم الخبر في هذه الحاله. ليه؟ نقول كده لان الخبر جاء شبه جمله والمبتدا به ضمير يعود على الخبر. ما ينفعش في العربي اقول مفتاحها في السياره، هيحصل لبس، هيحصل خطا، هيحصل التباس في الكلام. لما واحد يقول في السياره مفتاحها معناها مفتاح بتاع السياره جواها. طب لما واحد يقول مفتاحها في السياره، مفتاح الشقه، مفتاح الفيلا، مفتاح الحديقه، اذا هيحصل لبس. اذا لابد ان يتقدم الخبر. ليه؟ لامن اللبس. اذا يتقدم الخبر على المبتدا وجوبا في ثلاث حالات. الحالة الأولى عندما يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. 2 عندما يكون الخبر من الأسماء التي لها الصدارة. 3 عندما يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ به ضمير يعود على الخبر. وبكده كده حبايبي نكون كملنا حالات تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.